وفي إطار الوش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لمختلف فئات الشعب المغربي، يتم العمل حالياً على استكمال إجراءات الحماية الاجتماعية للفنانين، حيث يجري حالياً من طرف سيد الوزير إعداد المنصوب المتعلق بتمكين فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطاً خاصاً فيما يتعلق بالمهن الفنية من الاستفادة من الحماية الاجتماعية. وفي نفس السياق الاجتماعي يتم إعداد مشروع قانون لإحداث وتنظيم مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة لوقف عليها كذلك سي الوزير، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية للفنانين والمبدعين المغاربة وتكريمهم والاحتفاء بهم والإشادة والتعريف بإنجازاتهم وتقديم خدمات اجتماعية لفائدة ذوي حقوقهم، لا سيما الرعاية التامة لمن هم في وضعية هشة مع المساعدة على خلق التوازن بين الوضع الاعتباري والوضع الاجتماعي للمبدع والمثقف. هذه مناسبة نترحم فيها على هرمين من أهرامات المسرح والفن المغربي الرائق واللي فقدناهم الأسبوع الماضي، هما المرحوم عبد اللطيف هلال وعبد القادر البدوي اللي أعطوا الكثير للإبداع الوطني وساهموا في إطار الإنتاجات الوطنية سواء من خلال الأعمال المسرحية والتلفزيونية. ومناسبة كذلك باش نترحموا أن في هذه السنتين مع الكوفيد كان واحد العدد ديال الوفيات لا إله إلا الله. مناسبة كذلك باش نترحموا على الجميع على أرواح الفنانين اللي فقدناهم خلال هذه المدة، توريا جبران، زهور المعمري، يمينة رشيد، الحاج الحمداوية، سعد الله عزيز، الرئيس حماد بيزماون، عماد خوش، عزيز الفضيلي حمادي عمو، ويسمحوا لي العائلات والجمهور ديال الفنانين اللي ما حضرونيش الاسماء ديالهم في هذه المحطه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.